وكلمني شويه عن السوشيال ميديا، السوشيال ميديا وتاثيرها، والنهارده انت ككاتب او كاعلامي ازاي بتقدر توصل لجمهور السوشيال ميديا؟ لان ممكن ناس كتير بتقول ان جمهور الكتاب او القارئ هو ما هوش نفس الجمهور بتاع السوشيال ميديا، ازاي بتجمع الاثنين مع بعض؟ ازاي بتقدر توصل لده وتوصل لده؟ والله راني هو اللي هيفصل نفسه عن السوشيال ميديا يبقى هو مغيب، هي خلاص بقت كل حاجه، مفيش حد بيصحى من النوم اول حاجه. زمان في بدايه الشغل كان اول حاجه افتح ابص على الايميل اشوف جالي ايميلات شغل مطلوب مني حاجه او تاسك معينه في الشغل، لا دلوقتي اول حاجه بتفتحي فيسبوك في ايه الصبح، تويتر في ايه، الترند ايه اليومين دول، مين الناس بتتكلم في ايه، لان ده اصلا انا بما اني بقدم برنامج اصلا راديو صباحي فانا لازم اعرف الناس الصبح بتتكلم في ايه. طبعا اكشواليتي مهمه جدا، وانك تكون يعني متابع كل حاجه كده واب تو ديت على طول جدا. وده اللي وصلني لللينك السن اللي انا بخاطبه، السن ده هو سن السوشيال ميديا. صح. هو السن اللي هو بيتفاعل وبيهزر. احنا كمان سوشيال ميديا ما كبرناش لسه. انا بحاول اتعامل. احنا كمان سوشيال ميديا. ما هو الشاطر بقى زي رانيا زي يونس زي حد ان هو لازم يشوف ايه اللي الناس بتهتم بيه ويجري وراه. صح. ويستغل الجزء الحلو فيها. يا السوشيال ميديا على قد ما هي حلوه فيها جوانب مرعبه وفيها دبح حرفيا، فيها سكاكين وسيوف. بس انا مش هبص لده واغفل ان السوشيال ميديا دي هي سبب نجاحي، من الاسباب الرئيسيه، هي السبب اللي بتخلينا نتواصل مع الناس. زمان ما كانش فيه تواصل، احنا كان كبرنا لما الموبايل بقى موجود، وتكست مسج دي كان اختراع، واتساب كان ما فيش الكلام ده، كان البي بي ام وكان برضو اختراع. لكن دلوقتي انت بتكتبي كلمه، الكلمه دي بتوصل ل 100 الف بني ادم في دقيقه. فلازم يبقى ده شغلي الشاغل، ولازم استغلها في كل شغلي، سواء كتابه، سواء الحملات التطوعيه، سواء ان احنا عاملين كامبين بنخدم فيها اهالينا، بننزل الشارع نعمل حاجه، بننزل ندعم حاجه من يعني مثلا انا مهتم جدا بمبادره حياه كريمه. طبعا. كل حاجه بتتعمل لازم ندعمها، لازم طبعا. لازم بصي هقول لك حاجه، لازم الشباب الصغير تدخلي له من المداخل بتاعته، يعني ما هو التلفزيون متشاف، الراديو مسموع، لكن ما ينفعش اغفل السوشيال ميديا. طبعا. لازم ادخل لهم من ده، ولازم اوريهم اللي بيحصل في البلد، ولازم اوريهم التطور والانجاز اللي بيحصل، وده يحصل فين؟ ادخلي له في بيته. صح. هو قاعد على السوشيال ميديا 24 ساعه. حبيبي انا جيت لك في بيتك وبخبط عليك، افتح لي. هو لو هيتقبلني هيفتح لي الباب ويشوف انا عندي ايه. فالحمد لله مساله القبول دي ربنا كرمنا بيها الحمد لله. ربنا يوفقك، كل الناس بتحبك، وزي ما قلت لك كده في البدايه انا على المستوى الشخصي من متابعينك وبقوه، ومش هعطلك اكتر من كده، وعايز اشكرك على وجودك النهارده، وعايز اشكرك على نادر فوده، ويا رب النسخه ال 18 مش السبعه. انا اللي بشكرك وبشكر اهتمامك، وزياره غاليه 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 غاليه، وان شاء الله المره الجايه لو تسمحوا لي انا اللي اجي بقى الاستوديو ونبقى مع بعض. انا فوق دماغي والله، ربنا يخليك يا راجل. ميرسي يا احمد وجود لك. شكرا.